كلنا إذا توهقنا في سؤال معين نبطل جوجل ونسوي سيرش، لكن قال مرة سألت نفسك شلون جوجل يعرف كل شيء؟ جوجل وكل محركات البحث الثانية مثل بينج وربعهم يعتمدون على ثلاث خطوات رئيسية اللي تخليهم يحصلون هاي النتائج بأفضل طريقة. وخلونا اليوم نتكلم عن جوجل بالتفصيل لأنه هو الأبرز والأشهر في ذي المجال. لما تقوم وتبحث في شبكة الإنترنت من خلال جوجل فأنت ما قاعد تبحث في الويب فعلياً، ولكنك تبحث في فهرس جوجل حق الويب. وخلنا نمشي شوي شوي عشان تعرف قصدي. الخطوة الأولية يسمونها الزحف أو الكرولينج، واللي معناته أن جوجل يستخدم أشياء يسمونها السبايدرز، وهي برامج تتبع الصفحات وملفات الانترنت وتبدي تزحف وتدش على صفحات الويب شوي شوي، وتتبع الروابط اللي داخل ذي الصفحات وتجيب لك صفحات أكثر وأكثر، تتبع الروابط الموجودة داخل هاي صفحات بعد وتجيبها، وبعدين تفرغ لك عدد كبير من الصفحات. وهذه العملية تطول عدل مثل ما شفتوا، لأن ذي الموضوع يحتاج مجهود جدا كبير. وحق الخطوة الثانية تنحفظ مليارات من ذي الصفحات في فهرس جوجل، وهذه هي الخطوة الثانية واللي يسمونها الفهرسة أو الاندكسينج، وهذه هي الخطوة اللي يأخذها جوجل عشان يحتفظ بالروابط والعلاقة اللي بينهم. فخلنا نفترض أنك تدور عن أفضل لابتوب، فلين تكتب في جوجل أفضل لابتوب، لين ضغط على حبة الانتر يقوم محرك البحث بالبحث في الفهرس عشان يحصل على كل الصفحات اللي فيها مصطلحات البحث اللي كتبتها. وخلنا نفترض أن حصل مئات الآلاف من النتائج، شلون جوجل يقدر يحدد المصادر اللي يبيها بالضبط؟ هني تيجي الخطوة الثالثة اللي هي ترتيب النتائج. فخوارزمية الاختيار تطرح أسئلة وايد، مثل كم مرة تكررت كلمة البحث في هاي الصفحة؟ هل هذه الكلمات موجودة في العنوان بعد؟ هل الصفحة فيها مرادفات مع كلمات ثانية؟ هل هذه الصفحة محترمة ولا جاية من سبام؟ وهذه هو سر الخوارزمية مالت جوجل واللي يسمونها البيج رانك، وهي المحرك القوي اللي عطى جوجل سمعته بهاي المجال. الحين مع موضوع الذكاء الاصطناعي وبالخصوص تعلم الآلة، فهم اللغة ومعنى الكلمات حسب السياق صار كلش شيء خرافي وجذري. يعني صراحة النتائج صارت أكثر دقة بمراحل عن قبل، وبكذي تكون حصلت على إجابة بحثك. يعني شفت شلون هالأكشن الطويل يستوي في جزء من الثانية؟ لا، ومو بس جوجل يخدمك ويخدم الملايين من البشر، يخدمهم كلهم في هالفترة القصيرة اللي ما تحس ان انت عليك بطء. وثموني لين اقول لكم احب الكمبيوتر والانترنت، عرفتوا شلون؟